مرحبا بحضور الكريم كل باسمه وصفته. مثالي بونقائص النظام الأساسي وشرح موقف تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي طنجة أصيلة من المرسوم المشؤوم، سواء من حيث النص القانوني إلى الشعب المغربي، ولتنقل كذلك أصوات وتساؤلات الشعب المغربي. الهدف من إقامة هذه الندوة الصحفية هي أولاً الحديث عن مآلات تدوير هذا الملف، ملف النظام الأساسي الجديد وما آل إليه الوضع، ثم الهدف الثاني هو التواصل مع الأمهات والآباء ومحاولة الإجابة عن تخوفاتهم والإجابة عن أسئلتهم التي عبروا عنها في أكثر من مناسبة. طبعا نحاول من خلال هذه الندوة الصحفية أن نجيب على أسئلة مهمة جدا، هي هل سيتوقف الأساتذة عن الإضراب؟ متى سيعودون إلى الأقسام؟ ما هي مستجدات الملف؟ الحديث عن سؤال آخر هو إذا كان بعض المسؤولين في الحكومة قد خرجوا بتصريحات تدعو إلى الحوار، فلماذا ليس هنالك حوار بعد وليس هنالك عودة إلى الأقسام؟ بطبيعة الحال كل هذه الأسئلة سوف نجيب عنها في هذه الندوة الصحفية. إذن أولا فيما يتعلق بالإضراب، نحن لسنا هواة إضراب، لم نخرج أبدا لكي نضرب. الهدف من هذا الإضراب هو إيصال صوتنا، أوصلنا مطالبنا إلى الجهات المسؤولة، والآن ملف كما تعلمون خرج من دواليب وزارة التربية الوطنية ووصل إلى رئاسة الحكومة. ننتظر من السيد رئيس الحكومة أن يقدم عرضا لكي نناقش معه هذا العرض. إذن في غياب أي عرض حكومي وفي ظل تهريب النقاش من إطاره المؤسساتي والقانوني داخل وزارة التربية الوطنية وداخل مؤسسات رئاسة الحكومة وتهريبه إلى النقاش السياسي والحزبي، لأنه نوقش في ظل اجتماع الأحزاب الأغلبية، وهذا اجتماع حزبي كما تعلمون، والمتدخلون فيه تدخلوا ليس بصفتهم الحكومية ولكن بصفتهم الحزبية. أيضا هذا الملف تمت مناقشته في الإعلام الرسمي من خلال بعض المسؤولين ولكن بصفتهم الحزبية كذلك، وهنا أشير إلى السيد رشيد الطالبي العالمي بصفته الحزبية، يعني كعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار قائد الحكومة، بمعنى أن هذا النقاش كله هو تسييس للملف. نحن ليست لدينا مطالب سياسية ولا مطالب حزبية، ولسنا في صراع حزبي مع أحد. نحن ندافع عن ملف اجتماعي، عن مجموعة من الحقوق الاجتماعية التي يخولها لنا قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي نريد إجابات من داخل المؤسسات. هنالك نظام أساسي أشعل فتيل الأزمة، كما قامت الوزارة بإشعال فتيل الأزمة وإصدار هذا المرسوم، عليها أن تجد حلا لهذه المشكلة بكل بساطة. بالنسبة للآباء والأمهات، نقول بأن قرار ما إذا كنا سنستمر في الإضراب أم لا، وقرار وهل السنة ستكون سنة بيضاء أم لا، هذا القرار يعود للسيد رئيس الحكومة الآن، هو الذي عليه أن يختار، وهو الذي ينبغي أن يسأل لأنه هو المسؤول. نحن الآن لسنا في موقع المسؤولية، المسؤولية الآن في يد رئيس الحكومة. نحن ضحايا نظام تعسفي، نظام إجرامي، نظام استعبادي كان الهدف منه هو جعلنا موظفين خارج الوظيفة العمومية وخارج المجال العمومي. كتعرفوا بأن تنسيقية ديال التعليم الثانوي والتأهيل، قد أقولها، اتخاذ القرارات فيها بطريقة فريدة. إذا كنا كنتكلموا على الديمقراطية التمثيلية وتعضدها الديمقراطية التشاركية، فاحنا في التنسيقية تجاوزنا هذا الشيء ووصلنا للديمقراطية التداولية. في النهاية أشكر كل الإخوة في اللجنة الإعلامية لتنسيق أساتذة الثانوي التأهيلي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.